وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في تظاهرات بغداد علي بكتاش. سيد بكتاش، مرحبا بك. بالبداية، هجوم جديد من القوات الحكومية والميليشيات على المعتصمين والمتظاهرين في ساحة الخلاني، إلى أي مدى كانت هذه الهجمة وحشية في ظل حديث أحد المتظاهرين عن استخدام قنابل وصفها بالعسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر هذه القناة. مع الأسف لو كان هناك ذرة عند هذه الحكومة ما تقابل أولادنا الوطنيين السلميين شبابنا بالقنابل المسيلة والمحرمة دوليا. مع الأسف الشديد نحن كنا نتمنى من هذه الحكومة الديمقراطية تدعي أنها لا تدعي الديمقراطية، تدعي القتل والإجرام للشعب العراقي وشبابه المسكين. نحن نطالب بحرية وكرامة الشعب العراقي بجميع أطيافه وألوانه، وهذه الحكومة استولت على كل مفاصل الدولة وحسابها وسرقت أموال العراق من 2003 لهذه الساعة، وقمع المتظاهرين السلميين. نحن لا نحمل غير العلم والقلم، نريد دولة مؤسسات نحيا، نحب الإقليم المتجاور والدول وكافة الدول الإقليمية والدول العالمية ونعيش في سلام. مع الأسف الشديد هم وأحزابهم المتحزبة وقتل الشباب والناس على 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 وضع طائفي بامتياز. نعم، سيد علي، كيف قرأتم هذا الهجوم وهدفه، ولماذا كان بهذه الشراسة التي خلفت عشرات الإصابات؟ هذه الشراسة، يريدون أن نخرج من ساحات الاحتجاج. نحن لا نخرج من ساحات الاحتجاج، هذه ثورة وطنية لا متحزبة بها جميع أطياف العراق، من جميع أطيافنا، نسائنا وأخواتنا وبناتنا وأولادنا. نحن لا نعود إلا بحرية الشعب العراقي وحقوقنا، هذه حقوق. اليوم أكثر من 17 سنة نهبوا كل خيرات العراق، وأتوا بناس لا يستطيعون السير بأي، لا يرقدون البلاد، لأنهم جاءوا إلى تقسيم العراق. ولا نحن نقول لا يتقسم العراق، سوف يرقدون العراق بلد واحد من شماله إلى جنوبه. لو ضحينا بكل أولادنا وأموالنا لا يتقسم العراق. نعم سيد علي، لا زالت القوات الحكومية كما أورد كثير من الناشطين، وكما تعلم لا تزال هذه القوات والميليشيات الموالية لها تستخدم بنادق الصيد ضد المتظاهرين. كيف تصف استخدام القوات الحكومية والميليشيات بنادق الصيد والذخيرة المتشظية الأكثر إصابة للثوار؟ نعم، هذه البنادق الصيد تستخدم الطيور والحمام والغزلان، لا تتوجه الى شبابنا. اليوم اكثر من واحد مبوس عينه وبوشه وبديه وبراسه. ليش؟ احنا بالسابق كنا ندافع عن العراق بجميع اطيافنا والواننا، نحارب داعش، واليوم نحارب الفساد. ما نرجع. هذه ميليشيات هي تقتل شبابنا من 2003، تقتل بنا هذه الساعه. ما نعود. ومع الاسف وزير الداخليه، وزير الدفاع، اي تصريح مساعد في المتظاهرين ما. نعم سيد علي، بالرغم من كل ما يتعرض اليه المتظاهرون من قمع واطلاق نار حي واطلاق ايضا الرصاص من قبل الميليشيات المواليه لهذه القوات الحكومية، وإطلاق يعني بعض الأعيرة من بنادق الصيد، بالرغم من كل هذا إلا أن طلاب جامعات ذي قار يتظاهرون دعما لاعتصام الناصرية وباقي الساحات. كيف يؤثر هذا الدعم من الساحات من طلاب ذي قار وغيرها من الطلاب الذين يخرجون في تظاهرات، كيف يؤثر على عموم الثوار في مختلف المحافظات ويسهم بتثبيتهم؟ نعم، نشكر كل مساهم في ساحات الاعتصام السلمية، ونشكر الطلبة ونشكرهم. هم المستقبل، هم الجيل اللي يبني العراق، هم هؤلاء أولادنا
سوف يبنون العراق، سوف هؤلاء الطلبة المثقفين المعلمين والمهندسين والطلبة والجامعات مساندين للثورة، ثورة تشرين. هذه الثورة البيئة الكرامة في العراق خرجت من رحم العراق. اليوم التعليم، تدري التعليم اليوم بأموال طائلة، اللي ما عنده فلوس ما يدرس. اليوم جونا كان العراق قبل بلاش، التعليم، الصحة بلاش، الزراعة بلاش، اليوم كلها بفلوس. ما عندك فلوس انك تتعلم. نعم، أولادنا هم المستقبل، هم الثورة. نعم، في سؤالي الأخير لك سيد علي بكتاش الناشط الشبابي من بغداد، الممثلة الأممية بلاغ سارت في تصريحها عن الوضع في العراق قالت إنه يجب الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العراقيون. باعتقادك وحسب رؤيتك، كيف ترون تعاطي المجتمع الدولي مع انتهاكات الأحزاب وميليشياتها، هذه الانتهاكات التي لا تزال مستمرة؟ نعم، شكرا لهذا سؤالك. مع الأسف الشديد الدول الأوروبية والأمريكية ما متعاطفة مع الشعب العراق. هم أمريكا أتت بهؤلاء على الدبابات الأمريكية، وليس هناك ديمقراطية. ينظرون بغمة عينهم كيف يقتل يقتل المتظاهر البسيط الذي حامل القلم والعلم. والدول الأوروبية والأمريكية ما متعاطفة مع هذه الثورة. هذه ثورة سلمية وطنية صار لها أكثر من 5 أشهر واقفة تطالب بحقوقنا. شكراً. هذه حقوقنا، ومع الأسف الشديد الدول الأوروبية والأمريكية مرة ثانية وحقوق الإنسان ما دافع دعم حقيقي لهذه الثورة. ونشكر هذه القناة ونشكر كل من شارك. شكراً. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الناشط الشبابي علي بكتاش، شكراً جزيلاً لك.